أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات
كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الله أعمالكم بأحسن القبول. عندنا بعض الوقفات مع الآيات التي تليت على مسامعكم. بالطبع لن نشرح كل الآيات ولا نفسرها بشكل كامل، ولكن مجرد نأخذ بعض محطات التي نقف عندها من خلال ما سمعتم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. أول يعني ملاحظة لعله تبدر إلى ذهن الإنسان، التعبير بكلمة أيام، هل المقصود هنا اليوم بمعنى المقطع الزمني الذي يتمثل من عند طلوع الشمس إلى غروب الشمس؟ هذا هو المعنى المتبادر في اللغة العربية الآن. لما تقول ليوم فالمقصود من اليوم هو النهار، يعني من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، وقد يفهمه البعض بمعنى 24 ساعة، ولكن في الأصل المعنى هو المقطع الزمني من شروق الشمس إلى غروب الشمس. واضح أن الآية القرآنية لا تحدث عن هذا المعنى من المقطع الزمن، لأن في اللغة العربية أيضا المدة الزمنية أحيانا قد لا تكون محددة، قد تستغرق عشرات الآلاف من السنين من خلال حساب السنة الخاصة بالكرة الأرضية، ومع هذا يطلق عليها بأنها ماذا؟ يوم. إذن هو المقصود منه مقطع زمني، هذا المقطع الزمني قد يطول وقد يقصر، ولكنه يسمى في اللغة العربية بماذا؟ بيوم. ولذا تجد أن الله سبحانه وتعالى يعبر عن يوم القيامة مثلا بأنه يوم، ولكن أيضا عندما يتحدث عن المدة الزمنية التي يستغرقها بحساب سنوات الخاصة بالكرة الأرضية اللي هو 365 يوم تقريبا، يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كان مقداره 50,000 سنة، ومع هذا عبر عنه بيوم القيامة مع أن 50,000 سنة حساباتنا إحنا. وكذلك العرب مثلا كانوا يقولون يوم البسوس، يوم بعاث، يوم حرب كذا، وهذه الحروب كانت أحيانا تستغرق سنوات، 70 سنة لعل، وكلها تسمى بيوم. فإذا في الآية القرآنية الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن اليوم لا يعنى بذلك، لا يقصد بذلك اليوم اللي هو النهار أو 24 ساعة، لأن أصلا في بداية الخلق ما كان في هذه الفترة الزمنية الخاصة بالسنة الخاصة بالكرة الأرضية، ما كان في مجموعة شمسية، ما كان في دوران للأرض حول الشمس حتى نقول هو بمقدار 24 ساعة مثلا أو 12 ساعة. فإذا في ستة أيام يعني في ستة مقاطع أو مراحل زمنية. الآن ما هي هذه المراحل؟ إذا ترجع إلى التوراة الحاضرة بين أيدينا، في بداية التوراة في السفر، في سفر التكوين في الإصحاح الأول، يعني أول ما تفتح التوراة الحاضرة
تجد حديث عن هذه المراحل الستة، لأن أيضا التوراة تذكر أن خلق السماوات والأرض كان في ماذا؟ في ستة أيام. ولكن كيف تعبر عن هذه المراحل الستة؟ تقول أولا المرحلة الأولى أو اليوم الأول كان خلق السماوات والأرض، اليوم الثاني كان عبارة عن فصل ما بين الأرض والسماء، اليوم الثالث كان عبارة عن تشكيل البحار وخلق النباتات، في المرحلة الرابعة الله سبحانه وتعالى خلق النجوم وكون الفترة الزمنية اللي هي ليل ونهار، تعاقب الليل والنهار والأوقات إلى آخره. في المرحلة الخامسة خلق الله الزواحف والطيور. في المرحلة السادسة خلق البهائم والحيوانات والإنسان. فإذا كل الحديث منصب في التوراة عن تقريبا شنو؟ عن الأرض والسماوات. تصورون بأن القضية هي ترتبط بماذا؟ سماء الدنيا. طيب، ولكن واضح بأن خلق السماوات والأرض أشمل من هذا، يعني المراحل ليست هذه هي المراحل. يبدو أن الحديث هنا في القرآن الكريم في التوراة الصحيحة ليس بهذه الصورة التي ذكرت. شيخ ناصر مكارم شيرازي مثلا يطرح فرضية، الآن ما مدى دقة هذه الفرضية؟ هو يستنتجها هكذا من خلال بعض الدراسات العلمية أو النظريات العلمية، لكن بعد ما نذكرها لابد أن ننبه إلى أن هذه فرضية غير مؤكدة، قد تخطئ، لأن ما نقدر نحمل القرآن الذي لم يذكر المراحل بالتفصيل، فقط ذكر أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام، ما نستطيع أن نحمل الآيات فرضية علمية معينة من دون أن نكون على يقين من ذلك. قال مثلا الشيخ ناصر مكارم بأن اليوم الأول يعني المرحلة الأولى كان الكون في شكل كتلة غازية، ثم بدأت تنفصل بسبب الدوران الداخلي لهذه الكتلة، شكلت كرات وأنجم. المرحلة الثانية تحول الكرات إما إلى ما هو نجم وإما ما هو كواكب. ثلاثة، تكوين المنظومة الشمسية. أربعة، برود الأرض وقابليتها للحياة. خمسة، ظهور النبات والشجر على الأرض. ستة، ظهور الحيوانات والإنسان فوق سطح الأرض. هذه فرضية، الآن قد تكون صحيحة غير صحيحة، الله أعلم. الملاحظة هنا لما تقرأ التوراة في هذه القصة، في هذه القضية عليكم السلام، كما تقرأها في قصص الأنبياء وسيرة الأنبياء، المائز والفاصل والفرق الكبير ما بين هذا النص الذي بين أيدينا من التوراة وبين القرآن الكريم أنه لا توجد استفادات معنوية فيما يطرح من هذه القضايا. يعني تقرأ قضية خلق السماوات والأرض في ستة أيام وتفصيل، أنا ما قريت لكم مجرد عناوين، وإنما تقرأ بالتفصيل هناك. طيب وبعدين؟ هل هي مسألة معلومات؟ تقرأ قصة النبي نوح، تقرأ قصة النبي إبراهيم، تقرأ قصص أخرى، ما تجد استفادات كثيرة، نادرا ما تجد أن هناك استخلاص معنوي روحي إيماني تعليمي، شيء معين، حكمة معينة. أما في القرآن الكريم عندما نأتي إلى قضية خلق السماوات والأرض، لاحظ كيف الآية الله سبحانه وتعالى بعد ما يذكر هذه الحقيقة كيف يوجه الإنسان توجيها إيمانيا معنويا بعد أن طرح هذه القضية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، يعني الخلق الإيجاد والأمر بمعنى تدبير ووضع النظام وإدارة هذا الوجود، تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم. يعني لأن الله عز وجل، عندما تدركون هذه الحقيقة العظيمة بأن الله سبحانه وتعالى موجد هذا الوجود العظيم بهذه الدقة بهذه السعة التي كلما مر الزمان اكتشف الإنسان سعة أكثر وأكثر وثبت له جهله أكثر وأكثر بهذا الوجود، الله سبحانه وتعالى يقول ليس فقط في خلق هذا الكون العظيم بل في إدارته ووضع النظام فيه والتوازن الموجود فيه، كل هذا يدعوكم إلى ما؟ يدعوكم إلى أن تدركوا حقيقة أن عليكم مسؤولية في هذه الحياة.
ولذا ما هي هذه، ما هو منطلق هذه المسؤولية؟ أن تشعروا بهذه العظمة والنعم لأنها مسخرات، وحين ذاك تنطلقوا في الدعاء، في التواصل، في التوجه، في العبادة، في الارتباط بالله سبحانه وتعالى. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إلى آخر الآيات. فلاحظ القضية ما تقف عند حد ذكر معلومة كونية، وهذا اللي نأكد عليه دائما. القرآن كتاب هداية وليس كتاب معلومات، ويخطئ من يقول بأن كل ما تريد أن تعرفه في الأحياء والفيزياء والكيمياء والفلك وغير ذلك من العلوم ستجده مخزونا في القرآن، ولكنه حجب عنا لأننا نجهل حقيقة القرآن. القرآن الكريم لا يريد الحديث في هذه المجالات، وإنما عندما يذكرها ينطلق منها لترسيخ وتأكيد المعاني والقضايا والعناوين المرتبطة بالجانب الإيماني، بالجانب الأخلاقي، بالجانب السلوكي، بالجانب العبادي، إلى آخره. طيب، فإذا هذا حديث القرآن الكريم عن هذا الخلق. تستوقفنا أيضا كلمة العرش. العرش كل ما له سقف في اللغة العربية، كل ما له سقف يسمى عرش، وأحيانا نفس السقف يقال له عرش. واضح؟ ولذا الآية تقول خاوية على عروشها، يعني على أسقفها، على السقف نفسه. طيب، والكرسي، السرير الذي يجلس عليه الحاكم الملك، ويكون له عادة ماذا؟ سقف، كنوع من التحديد له، أيضا هذا يسمى ماذا؟ يسمى عرش. هنا طبعا بالنسبة لله عز وجل المسألة مسألة تشبيه، ولكن اختلفوا ما المراد. قسم قالوا بأن العرش، عرش الله هو كل الوجود، يعني ملك الله، ثم استوى على العرش، بمعنى أن الله عز وجل بيده، بقدرته، مسيطر على هذا الوجود بأكمله، وليس هناك من جزء أو مكان في هذا الوجود خاص بالله سبحانه وتعالى، وإنما الحديث عن كل الوجود أنه تحت سيطرة الله. تفسير الآخر يقول لا، العرش هو مكان إدارة هذا الوجود، ليس كل الوجود، مكان إدارة هذا الوجود. وهذا العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه يذكر هذه الفكرة، رأيه يذهب إلى هذا الرأي، يقول بأن يبدو من الآيات أن العرش هو مكان محدود معين مخصص في هذا الوجود، هو مركز إدارة هذا الوجود، وليس بمعنى أن الله موجود هناك عندما نقول عرش الله، وإنما بمعنى أن هذا هو مركز إدارة الوجود، هذا هو الذي فيه اللوح المحفوظ، هذا هو الذي المركز الذي تلجأ إليه الملائكة لتأخذ منها الأوامر، منه الأوامر، وتعيد إليه ما تحمله من أخبار وتقارير وغير ذلك، ويتم تخزينه في هذا المكان. فالأوامر تصدر من هناك، الأوامر تتلقى من هناك، تعود إلى هناك التقارير، وهكذا. فإذا هو مركز إدارة الكون، والله أعلم بحقيقة الأمر. على كل حال، الأمر الثالث الآن مثل ما ذكرنا قبل قليل، بالنسبة إن الله سبحانه وتعالى ذكر قضية الخلق، ثم ذكر قضية أدعوا ربكم تضرعا وخفية. هنا نجد بأن الأمر بالدعاء متكرر في الآيات هنا مرتين. أدعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعا يعني في حالة تذلل، مع التذلل، ما تدعو في حالة لهو أو مع قسوة قلب أو كذا، لا، تدعو أمام هذه الحقيقة العظيمة الرهيبة وأنت تشعر بضعفك، إن أنت مخلوق صغير جدا أمام هذا الكون العظيم، فلما تستكبر؟ لما تعيش حالة الاستعلاء على الله عز وجل إلى درجة أنك تنكر وجود الله عز وجل، أو والعياذ بالله تكذب الله عندما يقول أنا واحد، أنا أحد، ثم تجعل له شركاء وهكذا. هذه الحالة الله سبحانه وتعالى يقول انظر إلى الحقيقة، لما هذا الاستكبار؟ لما هذا الاستعلاء؟ أنت انظر قيمتك ووجودك ماذا؟ حجمك ماذا؟
ادعوا ربكم، إذن لابد أن تدعوا الله، ولكن مع حالة التذلل والشعور بالضعف والحاجة إلى الله ادعوا ربكم تضرعا وخفية. يعني أيضا تحتاج أن يكون إخلاص عندك في هذا الدعاء المتضرع، لا يكون هذا فقط أمام الناس وتعيش الإزدواجية في الشخصية، وإنما عندما تكون مختليا مع الله عز وجل في أجواء روحية صافية بعيدة عن المؤثرات، أيضا تنطلق بروحية خاشعة وخفية. إنه لا يحب المعتدين. يعني أنا عندما أطلب منك أن تدعوني لا أريد من ذلك أن أحقق لذاتي شيئا، وإنما أريد أن أهذبك أيها الإنسان كي لا تكون من المعتدين، لأن من أخطر الأشياء التي يهدد بها وضع الإنسان في حياته الدنيا وبالتالي في الآخرة أن يطلق العنان لقوته الغضبية فيقتل ويضرب وينهب وكذا ويعتدي. ونتذكر حين ذاك قصة هابيل وقابيل في بداية الوجود البشري من ذرية آدم، والصراع اللي حصل نتيجة عدوان قابيل على أخيه ابن أبيه يعتدي عليه ويقتله. فإذا هنا المسألة من بداية هذا الوجود إمكانية العدوان موجودة. الله سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين، وهذه القضية قابلة أن تتحقق في أي لحظة. إذا انتبه أن ارتباطك بالله سبحانه وتعالى يهذب القوة الغضبية عندك، شعورك بالضعف أمام الله عز وجل والخوف من الله عز وجل أن يعذبك أو أن ينتقم منك لأنك اعتديت على الآخرين يهذب سلوكك. فإذا ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إصلاح تكويني في أصل الخلق، هذا كل الخلق في الكرة الأرضية مهيئ لك أيها الإنسان أن تعمر هذا الوجود بأحسن ما يكون، في نظام، في خيرات، في كل شيء. وأيضا هناك إصلاح تشريعي، إصلاح تشريعي من خلال القوانين التي ينزلها الله مع الأنبياء، من خلال العقل الذي وضعه عندك، من خلال الفطرة. هناك جانب تكويني وهناك جانب تشريعي. إذن كل شيء صالح لك، فلماذا تعتدي ولماذا تبتعد عن الله عز وجل؟ عليك أن تقترب من الله، تهذب سلوكك، تستفيد من هذه المسخرات، حين ذاك تنطلق في الحياة بشكل سليم. وادعوه مرة أخرى دعاء، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. هني نلاحظ شنو؟ دعاء ودعاء. ليش تكرار؟ ده ربما قيل إن هني بحسب الناس، في ناس ارتباطهم بالله سبحانه وتعالى ارتباط خوف ورجاء، ما عنده ارتباط بذات الله عز وجل، هو في النتيجة يصلح وضعه لأنه يبي مصلحته، هو يفكر بنفسه، فبالتالي يرتبط بالله سبحانه وتعالى نتيجة الخوف والرجاء، خوف من عذاب الله ورجاء بالجنة. نعم هناك فئة أخرى هي فئة تتقرب إلى الله وتصلح من سلوكه في الحياة الدنيا لأنها تدرك حقيقة الله عز وجل وترتبط بالله عز وجل لله، لا تفكيرا بالهروب من النار ولا رغبة في الحصول على ماذا؟ على الجنة. إذن ادعوا ربكم تضرعا وخفية، هذه الفئة اللي هي إذا حققتها ترتبط بالله ويكون إيمانها وصلاحها لذات الله. والفئة الثانية اللي ما ترتقي لها المستوى الله يعطيهم فرصة ثانية ويقول أيضا هذا مقبول من عندكم، صحيح هي أدنى من مرتبة الفئة الأولى ولكن أيضا مقبولة. وادعوه خوفا وطمعا، يعني ممكن أن تصير صالح أيضا لو أنك أنت عشت الحالتين. طبعا ليس فقط خوف، لأن الخوف فقط ممكن يؤدي الإنسان إلى اليأس والقنوط ويربكه، يعني يكون شخصيته بشكل خاطئ، والرغبة فقط والطمع فقط في الجنة يخلي إنسان جريء يتجرع على المعاصي. يجب أن يوازن بين الأمرين، يعني يعيش الخوف والرجاء، حين ذاك يستطيع أن يكون إنسانا صالحا في هذه الحياة، وبالتالي
الله سبحانه وتعالى يذكر لنا في القرآن الكريم: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. لعل هذا السابقون السابقون أولئك المقربون تنطبق على الذين يدعون الله. إيه نعم. وأما الذين من أصحاب اليمين فهم الذين يدعون الله عز وجل، إيه نعم، من باب الخوف ومن باب الطمع، وليس معرفة في الله عز وجل، وليس تقربا لله، هو يفكر بنفسه. لكن هذا أيضا الله سبحانه وتعالى يقول هذا مقبول، ولعل أكثر الناس يعيشون هذه الحالة. ولذا الله سبحانه وتعالى، مع أن هني ما في إخلاص حقيقي لله في العمل، لأن في النتيجة أنت تنظر إلى ذاتك، لكن الله سبحانه وتعالى حتى هذا المقدار يقبله من الإنسان ويعتبره من أصحاب اليمين، ولكن ما يرتقي إلى مستوى السابقين والمتسابقين إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. إن رحمة الله قريب من المحسنين، الذين يعيشون هذه الحالة من الصلاح في سلوكهم وليس فقط في الإيمان النظري. والحمد لله رب العالمين.